هي انا الندرة تاع الدواء ماهيش جديدة، ولكن نذكر فقط ان الندرة واقع ولا يمكن يعني التستر عليها او انكارها. المعاينة جماعية وجامعة ولا يجب الاستهانة بهذا الوضع اللي وصلنا له. ونذكر بان في تاريخ الجزائر وفي تاريخ المهنة عمرنا لا وصلنا لهذا المستوى في اشتداد الندرة. نحصي على الأقل حاليا ما لا يقل على 300 دواء، يعني بصفة فعلية، هذا إحصاء ميداني قامت به النقابة بصفة متواصلة ومنتظمة عبر جميع الولايات.